لو الحكاية فيها إن فيجو ما رأيناه في حركة إرهام سعيد، حركتين إرهام سعيد، واللي هو التخبط وحلقات التشنج وحركات الضرب وحلقات الأذية وحركات، يعني لماذا فعل كل هذا ولم يفعل شيء بالكاميرا مثلا يعني، او لماذا لم يضربوا حتى المصورين؟ هل الممسوس من الجن، انا نفترض بجد الممسوس من الجن يقوم بهذه الحركات فعليا؟ في بعض حركات كانت موجوده في الحلقه دي فعلا قائمه، يعني موجوده فعلا بالفعل. حركات التشنج نفسها هما ممكن هيكون الرد ان احنا جبنا ناس كتير علشان اللي عليهم فكانوا بيمسكوهم قريب او غريب، مع العلم ان المفروض ان مش اي حد اللي يحضر، محارمهم فقط اللي يحضر، والمفروض ان المعالج نفسه مع احترام الشديد، يعني ما انا ما بقصدش اي حاجه خاصه بيه، ولكن المفروض المعالج نفسه بيكون هو زي ما بيحصن نفسه قبل ما بيخش يتعامل مع الحاله، زي ما بيحصن المكان، زي ما بيكون هو يعني مهيئ المكان كامل بجميع من بداخله، ويكونوا محارم، ما نخليش اي حد بقى ايا كان ده. وبعدين مع احترام الشديد، ايه السبب زي ما قال الاستاذ علاء، ان حكايه الاستاذ علاء حسنين ان جزئيه ان ده زيت مغلي وده ميه مغليه ومع احترام الشديد، طب ليه اصاب دول وما اصابش اللي عمل الزيت المغلي او الميه المغليه؟ واشمعنى ايه السبب، ايه السر ان هو اصاب العدد الفتيات في سن متقارب مع بعضه وما اذاش اخواتهم الصبيان ولا امهم اللي كانت بتحتضنهم ولا ابوهم اللي كان بيحتضنهم، مع انهم كلهم في بيت واحد؟ طب ودكتور، هو المتعارف عندنا من زمان على العادات والتقاليد بتاعتنا انك ما تطلقش ميه في الحمام سخنه عشان ما بتسدش. ده كلام مظبوط، ده كلام مظبوط وده كلام وارد، ده كلام ده صحيح. صحيح، ولكن ازاي حضرتك صحيح دلوقتي؟ يعني الفكره حضرتك بتقول ان هي صحيحه او التجربه نفسها صحيحه، عمليه القاء الزيت المغلي او الميه المغليه في الحمام دي بتؤدي الى المس الشيطاني. ليه علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هوضح حضرتك ليه علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعاء الدخول للخلاء اللي هو الحمام، اللي هي دورة المياه، اللي هو الدبليو سي؟ ليه علمنا الدعاء بتاعه اللي هو بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث؟ ليه؟ والله اعلم، الخبث هم الجن الذكر، الخبائث هم الجن الانثى، لان هو ده اساس مسكنهم اصلا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج من الخلاء، كان رؤيه سيده عائشه رضي الله عنها وارضاها ان في مره من المرات راته فخارج بيبكي وبيطلب من ربنا المغفره. احنا علمنا ان احنا خارج، احنا اول ما نخرج نقول ايه؟ غفرانك غفرانك. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول غفرانك بدرجه البكاء. هون عليك يا سيدي رسول الله، ماذا بك يا عائشه؟ جلست وقت يعني دون ان اذكر الله عز وجل فيه، ولكن ما ينفعش اذكره سبحانه في مكان زي ده، فما ينفعش. فهو ده السر، سبب ان هو بيطلب من ربنا المغفره، ان عدى عليه وقت في حياته وهو يقظ بدون ان يذكر الله. فما بالنا احنا للاسف الشديد، هو اللي بيحدث كامل بسبب ضعف مننا احنا اصلا. بل احنا ما شاء الله تبارك الله ربنا اعطانا تبارك الله اللي ما اعطاهوش لاي مخلوق ايا كان. طب معلش يا دكتور، هات حضرتك يعني كانسان، يعني حضرتك اللي انت بتقول دلوقتي ان هو قله الايمان او يعني الايمان بقى ناقص عند المسلمين حاليا، هو اللي ادى الى انتشار علاقه ان يتوغل الجن داخل الانسان او ان تنتشر هذه الحاله؟ لا، يتوغل من 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 الجهل ومن التزمت ومن اي حد يلعب بعقول الناس ويتاجر بيها. ما هو ده سر او سبب مني وحديثي، وانا مستعد ان انا يعني، لان بفضل ربنا علي عملت فيه بحث كبير باستفاضه جميع ما قاله الله عز وجل وجميع ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان ربنا قال، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال، ما ينفعش اي مخلوق ينطق بعد كده. اي حد ده موجود او موجود، بس اعراضه ايه ودرجاته عباره عن ايه؟ هم ايه اصلا؟ يعني ايه مثلا؟ اتفضل. يعني معذرة، يعني هو دلوقتي في واحد مثلا بيعمل صيانة في كهرباء، لمس سلك، جاله ايه؟ مس كهرباء، مس ده مس كهرباء. انا سلمت على واحد مسيته، وبعدين يعني الذين ياكلون الربا يقومون كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه التخبط ده، يعني معذرة زي الواحد الكهرباء بيتخبط، الرعشة اللي هي حركات شبيهة بحركات الجنون، تمام؟ من المس مش من الاختراق، في فرق. طيب، ولكن برضو احنا ما بننكرش انما في مس اللي هو بيتمكن من جسد، بس بيتمكن بواسطه مين او عن طريق مين؟ كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، تمام؟ ولكن مجرى الدم مع احترام الشديد هو مش في الدم،
هو ربنا سبحانه وتعالى مقيد لكل انسان شيطان فهو له قرين، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اين يوجد الشيطان من ادم من بني ادم؟ قال كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. لما بيجي الجن ده اللي اذا كان عن طريق مس، اذا كان عن طريق سحر تسليط، على فكره المس ده بيجي يعني اذا كان مثلا عايزين نعرف اعراض المس يعني المس ده بيجي مثلا ايه، ممكن حاجه دون الانسان بيذكر ربنا خالص وداخل بالليل او اي حاجه وكبه ميه سخنه، في بيقعد يغني، في بيقعد يزعق، في بيقعد يبكي، في بيقعد يسرح ويقعد في الحمام فترات طويله جدا، وده بيؤدي نوع من انواع المس. ولكن المس درجات اشكال بمعنى اصح، مش درجات اشكال. في مس ان انا برد على اللي ضرني فبضره، وفي مس اعجاب اللي هو عن طريق النظر الارضيه بسبب الخلوه في الحمام بطريقه او باخرى. يعني مثلا ممكن زوجين يأدوا فريضه ربانيه في الحمام، فريضه ربانيه المقصد من كلامي فيها اللي هي العلاقه الزوجيه، لان عكسها بيتحسب اعوذ بالله ذنب او معصيه، فبين الزوجين بيتحسب عند ربنا عباده، تمام؟ ولكن دي ما تتقداش في الحمام، فدي ممكن بتأدي الموضوع النظره الارضيه اللي هي عشق الجن بالانس اللي هو نوع من انواع المس لاحداهما او كلاهما. نركز على الجزئيه دي دكتور بعد اذنك، معلش. اتفضل. يعني اقامه العلاقه الزوجيه في 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 الحمام تؤدي الى المس، ده طبيعي. اللي حاتك ممكن اكيد تعرفه يعني. نعم. نسبه كبيره جدا بتعمل الموضوع ده في الحمام على نوع من انواع التغيير يعني. طب حضرتك في كارثه ثانيه معذره يعني. اتفضل. في شياطين انس جم منين؟ لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ياكد علينا ان يقول ليه في ما هي ما هي هي دي، هي دي ده من غير بقى من غير دي خالص، وهم في حياتهم الطبيعيه. انا هكمل لحضرتك دي. في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما قال ان اللي يجي ياتي زوجته يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لما بيسمي الله بيحصل ايه؟ بيعيش حياته طبيعيه ويحصل نسل ما شاء الله تبارك الله. ما سماش ربنا بيسبقه الشيطان في حديث صحيح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان بيسبقه، بينزل نسل شيطاني على شكل انسان، تمام؟ طيب الجزئيه اللي حابب اتكلم فيها ان احنا ان ازاي في الحمام، وده كتير جدا معرضين لحاجه زي كده، فهم بيجي لهم مس مش اختراق. المس احنا قلنا فيه حاجات اشكال ودرجات، تمام؟ تمام. المس ده بيسبب لهم حاجات كتير، وهو للاسف الكوارث اللي بتحدث حاليا في عصرنا دلوقت اللي هو ايه؟ فرق بين الزوجين بعده اشكاله. يعني مثلا مع احترامي الشديد نوع المس ما هو في حاجات منه كتيره شبيهه بانواع السحر، مثلا زي سحر الرقص. ممكن جن ده اعجب بالانثى دي فيعقده هو عنها، او يعقدها هي عنه، لان الرقص للرجل او للمراه، تمام؟ ده ناس كتير ما تدركش الموضوع ده. دكتور علاء، انا قبل ما انتقل لجزئيه الرقص دي، حضرتك بتاكد على جزئيه دايما بتكررها في حديثك اللي فات كله، ان الجن بيصيب الانسان من الخارج، ما بيبقاش لابسه او الفكره اللي موجوده، بيتعامل معاه عن طريق سلالته اللي هو القرين. تمام. كل انسان له قرينه. تمام. على فكره لما بيجي الانسان الجن يحاول يخترق مجال الانسان او حياته بواسطه قرينه، بيسيطر على النفس. لان الانسان روح، نفس، جسد. يعني هو بيتعامل مع الانسان من خلال القرين. هما اللي احنا بنشوف دايما الشاد المشايخ الافاضل بيجي يحضر مثلا على شخص او بيحاول يعالج القرانيه، يقول له اخرج. نعم. مين هو اللي يخرج طالما ان هو مش موجود جوه الجسم؟ لا، ما هو بيسيطر ما انا بقول لحضرتك بيسيطر على القرين اللي هو في الجسم اللي هو النفس. تمام. القرين اللي هو النفس اللي هو مجرى الدم، دي النفس. في نفس اماره بالسوء، في نفس مطمئنه، في نفس لوامه، في، تمام؟ ولكن لما هو بيبقى هو مجرى الدم، هو ما يعني ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما بيجي الجن ايا كان بقى عن طريق سحر تسليط مثلا، لان السحر في توكيل وفي تسليط، اوضحه. لما بيجي الجن ده بيسيطر على الانسان، بيسيطر عن طريق سلالته اللي هو القرين نفسه. ازاي طريقه النفس؟ القران بيقول يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي. دي النفس المطمئنه. ماشي، بس ازاي يبقى في قرين مطمئن وقرين؟ ما هو في نفس اماره بالسوء. في نفس اماره بالسوء ما بيتقالهاش ايها النفس المطمئنه. في مشركين، في كفره، ما بيتقالهمش ايها النفس المطمئنه ارجعي، صح؟ يبقى اذا ايه النفس؟ يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه، في مثلا واحد نفسه يعني هوائيه لدرجه ان ممكن اي حد يسيطر عليه يصحبه في اي طريق. ممكن ناس يتم صحبتهم في سهرات مش مظبوطه، في شرب مش مظبوط، في مشي مش مظبوط، او حتى اذا كان في فكر نفسه مش مظبوط. هو الشباب اللي بينجرف في امور كتير، اذا كان شهوانيه، اذا كان عيب في اخلاقيات، في امور كتير، اذا كان من سرقات او النابه او حاجات كتير، او
حاجات كتيرة سياسية ومحدش فاهم حاجة وكله بيندرج وراها. ما كل ده كله نفس، نفس ضعيف الناس. مش النفس دي هي الأنا. الأنا. لا الأنا دي اللي هي الكبر. الأنا اللي هي الكبر. إنما النفس غير الأنا. تمام؟ فالنفس إحنا قلنا أشكال. زي بالضبط الإنسان في مسلم في مسيحي في يهودي في مجوسي شيعي شيوعي بهائي كده. على فكرة جين النفس بالضبط الحياة بالضبط زينا كده بالضبط مع اختلاف الخليقة والقدرات. طيب سؤال ايه احنا اكمل بقى جزئية ال انا كان بس كل جزئية لما حضرتك بتتكلم ان هو بيتم فيه السيطرة مين هو اللي بيخرج؟ يعني احنا بنسمع كلمة خروج، كلمة الخروج دي خروج الجن من الجسد. طب حضرتك بتقول ان الجن ما بيخش جوه الجسد، ما مين اللي بيخرج؟ ما هو سيطرة، هل الخروج دي فكرة السيطرة ولا ولا خروج السيطرة اللي موجودة على القرين اللي هو طبيعي اصلا موجود؟ على فكرة كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يمسه الشيطان عند ولادته يطعنه في خاصرته اللي هي وسطه فيصرخ ويبكي ويمسه ملك. ده حديث صحيح كما قال سعيد. الجن حضرتك بتقول هو ده سبب بكاء في الاساس في اول ما بيتولد الطفل الخليقة بيمسه نفسها. بيمسه شيطان وبيمسه ملك. ده حديث بنص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.